المراه القرويه مسكينه كتخدم، الا كان الفصه كتحشها، الا كان الحرث كتحرثه، الا كان الزيتون كديرو، كل شيء كتخدمه. انا كنت دايره واحد التعاونيه من 2006، ملي خلقت وانا مع التعاونيات الحقيقيه من 2006، كان راجل ما خدامش، الوليدات صغار، ما عندناش باش نكونوا، ما عندناش هذه، درت ديك التعاونيه بقيت كنتمشى معاه شويه بشويه. دابا انا دايره حاليا داير داكشي ديال الكتيبه، من العام لعام كنتسلف ونتكلف ونجري باش كنعمل الكوري، غير داكشي ديال التسويق ما عندناش، ما كتلقاش في اللي يجي عندك بواحد القيمه ويجي عندك ويشارجي من هنا ويمشي، ما كتلقاهاش، خصك تقلب على الاسواق فين تمشي. واجهتني صعوبات في الوراق، في المشيان، في الماده، ما عنديش الفلوس فهذه باش كنت، واني اللهم لك الحمد الحقيقه الاتجاه اللي مشيت له كيساعدوني فيه، هاد الناس اللي معنا كلهم كيساعدوني، لقيت الراجل مساعدني والوليدات عاود هما مساعديني وخدامين معايا والعيالات ديال الدوار عاود كنخدم معاهم وكنوريهم، وبحال اللي انا واحده اللي في هذه المنطقه درت التعاونيه الاولى. كنوري ذوك العيالات اللهم لك الحمد كلشي كيستافد كلشي كيخدم كلشي مزيان. كنفتخر بالولد ديالي بين كيخدم معايا والراجل ومساعديني كيخدموا معايا في الكوري، واخا انا كنمشي وكنجي هما كيخدموا لي في الدار، كيقابلوا الكسيبه، كيقابلوا الكوري، كيقابلوا لي كلشي، اللهم لك الحمد. تعاوننا مع العائلات كاملين ديال المنطقه، كيعاونوني مزيان، كيعاونوني وشجعوني ونضوا باش زعما يخدموا الحاجه اللي قلتها لهم. انت الاجتماع اللي كنقول لهم جيو فيه كيحضروا فيه، الحاجه اللي قلت لهم ديروها كيقول لك بسم الله. كنخدم مزيان زعما ماشي، اللهم لك الحمد. درت تكاوين، مشيت للتجربات، عرفنا ناس، عرفونا ناس. انا نبغي نوصل لهم هذه الرساله للعيالات القرويات كاملين، يديروا كي اللي درت انايا، يخدموا ويديروا تجربات وكافحوا على وليداتهم، وهذه هي الحياه.